أنا مساعد أول مهندس حديد من الجيش العربي السوري، القوى البحرية، الكتيبة 509، وهذه هوية عسكرية. أولا انشقاقي عن الجيش وانضمامي إلى لواء الأحرار للأسباب التالية. أولا بسبب دم رفاقي الذين سقطوا على أيدي الشبيحة وأجهزة الأمن فقط ليثبتوا أن هناك عصابات مسلحة ومندسين. ثانيا نصرة لدماء المواطنين ومقدساتهم وممتلكاتهم وأعراضهم التي انتهكت على أيدي قوات النظام فقط لأنهم طلبوا بالحرية. ثالثا لأن الجيش وخصوصا البحرية وجدت للدفاع عن شواطئ سوريا وليس لاستخدام زوارقها الحربية لقصف الأحياء السكنية بشكل عشوائي ومن عرض البحر كما حدث في حير الجنوبي في مدينة اللاذقية. رابعا دعما وتأييدا لثورة شعبنا في سوريا. أخيرا أتمنى على رفاقي في الجيش وخصوصا في البحرية عدم الانصياع لأوامر قادتهم في إطلاق النار على المدينة المعزلة.